الدول اللي وضعت الملف تاعها للترشح لاحتضان كأس أمم إفريقيا 2025. كما تعلمون الجزائر ضمن هذه الدول اللي وضعت الملف تاعها، والاتحاد الإفريقي كان برمج زيارة تفقدية بالنسبة للملف الجزائر ما بين 27 و29 من الشهر الحالي. البداية كانت من ولاية وهران، نعرفها تحظى بالمركب هذا، يعني المركب اللي نفتخروا به، يتميز فيه كل اللوازم وكل المنشآت اللي يعني نفتخر بها، واللي ممكن انها تستضيف يعني حفل ولا تظاهرة رياضية من هذا المقام.